إذن إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لجميع المتتبعين ديالنا من ما كنتم كتشاهدوا هذا المباشر. إذن كيف ما كتشوفوا احنا في الطريق ديالنا واحد الحريق مهول بمدينة العرائش، حيث أنه يعني وصلنا الديور، يعني كتشهد إقليم العرائش وأيضا حتى مدينة العرائش في هذه الأيام حرائق متعددة، بحيث أن العرائش يعني في هذه الساعة هذه محاطة بالحرائق من كل جهة. نتمنى من الله خير وصافي. يعني وضع خطير خطير جدا في إقليم العرائش، كيف ما قلنا جدا سقوط الأشجار الإخوان كيف ما كتشوفوا. كاين الضوء عاك ودفعتو داك الكهرباء، دفعتو تما تبعوش ليه، تبعوش ليه، هذيك راه فيه الضوء هذا. ادفعوا تعاونوا، عاونوا الرجال، عاونوا الرجال. صافي دابا المهم صافي دابا بعد انا نولي صومعي. إذا هذا فيه الضوء، خصهم يحيدوا هذا، خصهم يحيدوا هذه الشجرة هذه باش ما تبقاش الضوء كيف ما كتشوفوا، يعني الأشجار كتساقط كطيح يعني نظرا لقوة الاشتعال ديال الأشجار. خصهم يجيو يطفيو هذا، حيت كاين البوست ديال الضوء هنا. راه طيح لهنا هذيك، كتعرفوا ما طيح لهنا. يعني حتى الاشجار كيف ما كتشوفوا الاخوان يعني كتبدا الشجره من الفوق. كتشوفوا الاخوان يعني حريق مهول، هذا راه يعني جانب من الحريق فقط، يعني الغابه يعني دخل الحريق لداخل، وكيف ما كتشوفوا يعني كتنتقل من 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 شجره لشجره بسهوله. كيف ما كتشوفوا يعني اللهيب كينتشر. دابا نضطروا نحيدوا من هنايا الاخوان. هاكاك التليفون، حيد الطوموبيل هاك، شبر التليفون سعيد. كنزيد الطوموبيل هذا باش عندك، راه لان كنشوف انا الفوق واحد الموطور ديالك. اسعد الدراري جابوه من راطينا وطلعوه.